أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن دعا بدعوتهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، روي عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجبت منها القلوب ودرجت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عدو، في رواية أخرى أعدون هذا الشيء، فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. اسمعوا الرسول الذي لا يحب عن الفضاء الذي قاله منذ 14 قرنا و34 سنة، قال انها بكلام يرانا واقعين الان: فانه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. الصحابه رضي الله تعالى عنهم: ما هو المخرج يا رسول الله اذا عشنا وشلنا هذا الاختلاف للمسلمين؟ ما هو السبيل؟ ما هي الطريقه التي نسلكها؟ قال: فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رواه الترمذي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أيها الإخوة الكرام، ربما تسألني لماذا يعني اليوم في هذه الجمعة رجعت لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كان من دأبي وعادتي دائما وأبدا يعني يصير طلبة يعني حدث القرآن العظيم يقرأون في القرآن العظيم نتناول الكلمة على آية من آيات الله، سواء من يصدق أو يكذب. أنا من دأبي وعادتي الرؤية المنام ما نعمل شيء أبدا، عمري ما نعمل المنام. البارحة إن شاء الله تبارك وتعالى أن تكون هذه الرؤية فيها خير، نرى نفسي في الجامع الآتي الكبير طبعاً، ومعي الشيخ سيد الحاج طارق بن شيبة رحمه الله، وأنا مكلف يعني مكلف بأن نشرح هذا الحديث نفسه، هذا الحديث وربينا نفيد به تبارك وتعالى. ولكن الشيء اللي أثرت به وجدت مثل فارغ ما كنت واحد كاش أنا والشيخ طارق. سألت الشيخ قلت له: أين ذهب يعني الجميع الجمع اللي كان له مثل؟ قال لي: يا ولدي الشيخ السيد ديك من قبلك هو اللي فرقكم ما قامش. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع الأسرار، يجمع كلمة المسلمين وحفظ المسلمين وجنبنا الفتن ما ظهر منه وبطن. فلذلك يعني فكرت وذكرت لأنني فرطت، لأنني منذ مدة ربما منذ عامين ما تكلمتش على حديث الرسول، والرسول له حق علينا، له حق علينا، لأنني كنت دائما وأبدا مشغول بتفسير القرآن العظيم آية من كتاب الله. ولكن الأصل الثاني المعين الثاني الواد الثاني أو البير الثاني اللي نشربه منه ما هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك يعني لما كنت استيقظت آليت على نفسي بأن أشرح هذا الحديث اليوم في هذا المجمع في بيت الله تبارك وتعالى. هذا الصحابي الجليل العرباض بن سارية، العرباض بن سارية أين استشهد؟ وين مات؟ مات في أرض سوريا، في أرض الشام دفن فيها بلال مؤذن رسول الله. وين مدفون؟ في أرض سوريا. معاذ بن جبل وين؟ أرض سوريا. خالد بن الوليد سيف الإسلام في أرض سوريا. وزيد ما زيد على 300 صحابي
اللي كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ماتوا في الشام في سوريا والمسلمون كلهم في سوريا إلا في يعني في حمص وإلا في حلب وإلا يعني في الفرقين علاقة في سوريا. هذه الأرض التي يريد الكفار الغربيون أن يغزوها وأن يبيدوا شعبها وأن يزيلوا هذه يعني الدولة من فوق الأرض لتستريح إسرائيل. لتستريح إسرائيل لأن ما بقيش يعني دولة للقومة وكاش وغرب مصر نشوف الحقوها يعني العراق وتحدث كلهم تسمعوا يعني 40-50 موتى الباكستان راحوا والسودان قسموها باقي لهم هذا الدرس وهي سوريا يقلها ويستريح إسرائيل. لكن ما تروح سورة الجول تقتل والدين يعني والمسلمون ولا واحد يحتاج يقول يعني قضيها أو إسرائيل لا يتضرب السلاح يعني مثلا في موت ولا يقتل في المسلمين ولا يتضرب في أرضهم وأنت عمرهم 48 سنة مشردين. لا لا هذه الرولة هذه هذه سيدة هذه سيدة وهذه جرام حسب وهم أسياد عبيد لها لا يتضرب أبدا. إذن ها هو هذا الصحابة الجليل في واحد الحديث عن أبي نجيح عرباع وسرية شوفوا يعني من عبد كان له زوجتان وأصاب الشام أصابها الطاعون في فيس كما يقولوا معارض وطاق وطاعني ناتوا له زوجتين في لحظة واحدة حفروا مقبر يعني يحفروا من هي التي يدخلها أولا. شوف العدد اللي كان العدد هما 200 يعني شكون يدخلها الأولى يدخل يعني مثلا عيشة ولا خيرة ولا شكون جعل القرعة بينهما جعل القرعة بينهما من هي التي تدخل قبلها أولا ثم ثانيا. وإحنا عندنا يوم الإجابة ونقوه به معرفة كل شيء به السلطان وإذا يتكلم بالفزوء قبرة هذه ماشي الدولة وهذه ماشي المسلمين وهذا دايرين وهذا دايرين وهو يسرق أبدا. فها هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يقول يرى أحدكم القضاء في عينه وينسى الجدعة في عينيه. معنى هذا قال الإنسان يشوف العمش في عينه في العمش حاجة تعقل صخرة لو قدر على نقول رجول صخرة في عينه هو محراب محراب كبير في عينه ما يشوفوش معناه يشوف في أخوه المسلم يعني عيب صغير حاجة ما خشبع بسيطة يلوم عليها وفلان داير وفلان كذا ولكن هو ربما زاني سارق كذاب قتال نمام حسود ياكل اما الناس بالباطل اللي قاعد يشوف رسول الله ابدا يشوف الى بعيد عن الناس. فحرر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا الصحابي وعظنا رسول الله موعظه. ما هي الموعظه؟ يعني كلام يرشدهم الى طريق مستقيم يعلمهم كتاب الله يعلمهم سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الموعظة كانت شديدة وبليغة. رسول صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب أحمرت عيناه يشتد. عرف الصحابة بهذه الموعظة يعني صعبة كأنهم شعروا كأنهم حسوا لما اشتد الرسول في الموعظة كأنهم حسوا بأن الرسول قريب من حياته كعبايه طرف. فقال له الصحابة يا رسول الله كأنها موعظة مودعة بقينا على خير فأوصينا في مجلس من الهمود يقولوا بجمعوا من بلاد يبقى يوصيهم وتشخاصوا أبصار باسماء يبقى يشوف في بلاد البيت وفيها قصر الزنفير إذا يشوف في أي عين الرمض ومكان وانا الناس فقال إنهاد وما في وانا فالجان يقول كأنها موعظة مودعة يا رسول الله فأوصينا. لماذا أوصاهم الرسول وأوصانا نحن؟ قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم. شنو نوصيكم به؟ تقوى الله. تقوى الله تبارك وتعالى. والتقوى ما هي أيها الأخوة؟ إيش تقوى غير صلوا يعني خمس يعني أوقات ولا صوموا شهر ولا حجوا مرة ولا زوم ونقولوا هذه تقوى. التقوى هي امتثال جميع المأمور واجتناب جميع المنهيات. هي أن تمتثل جميع ما أمرك الله تبارك وتعالى صلاة، زكاة، صيام، حج، صدقة، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، فعل البر يعني إحسان مع الجار، مع أخيك، مع أبيك،
ما على عيشون المسلم هذه التقوى. أما إذا كان صدي خمس وقات وتؤذي أخاك المسلم أو تؤذي جارك أو تأكل أموال الناس بالباطل والله لا تنفعك الصلاة ولا صلاة ولا صيام ولا حج. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل. وكثيرا ما شرحت لكم كلام سيدنا علي بن أبي طالب وإنما نذكره لكم على وجه الإفادة كما يقولون في الإعادة إفادة. حينما سئل سيدنا علي بن أبي طالب كما مرجح عن التقوى ما هي؟ سألوه يا علي ما هي التقوى؟ اسمعوا كل واحد منكم يفحص نفسه كطبيب يشوف يا ترى هذه الصفات الأربعة هي موجودة فيه، إذا هو موجودة فيه يحمد ربي يقول أنا منتقدة، إذا ما هيش موجودة فيه ما يعرفش ما يبوش ما يغلطش نفسه ما يغلطش نفسه بأنه منتقدة. ما هي هذه الأوصاف الأربعة؟ قال سيدنا علي هي الخوف من الجليل، الجليل شؤون الله، والعمل بالتنزيل وهو القرآن، والقناعة بالقليل. نحن ربما الإنسان عنده ست سيارات ولا ثمانية ولا عشر قصار ولا خمسة وهو يحسب في الناس، والقناعة بالقليل. الصفة الخامسة الرابعة والاستعداد ليوم الأحد وجدوها ربيت وعد الدولة. استعداد يوم الرحيل، ما هو الاستعداد؟ زاد لتديه يوم الرحيل. حينما تريد ان تسافر فين الوهم لابد تشوف سيارتك خاصه الماء خاصه كذا خاصه البنزين، تستعد انت توجد روحك الدماغ لو لك لا. يعني قال لك سيدنا علي استعد ليوم الرحيل، ليوم السفر البعيد وما ترجعش ابدا. لماذا تستعد ليوم الرحيل؟ بتقوى الله. هي خوف من الجليل، نحن نخاف من الله تبارك وتعالى، نخاف الله ربما داخل المسجد. إحنا لما نسمع درس سواء أنا ولا غيري يكون كل موشغل كل جميع ربما نكون في المسجد نسمع درس ولا يعني خطبة أخر فينا نبداو يعني ربما نمصوا في كذا وكذا ونتخشعوا بصح من الباب هذه ما باقي خلاص هي نخرجوا من الباب خلاص نسينا كل شيء. يصبح الإنسان يكتب وليسنا واللي يكتب وليتاجر يعني يروح التجارة نتاعو حالة طراديل يعني بدل جديد كذا بسوا 10 قال 20 بسوا 20 وهكذا. أين هو الخوف من الجليل من الله؟ وهو شكرا وهو معكم أينما كنتم ربي ماهوش معنا في المنزل وهو معكم أينما كنتم حتى في السماء الطائرة معاك رب العالمين سبحانه عز وجل. اسمعوا جيد، ذاك يوم من الأيام إنسان يعني كانت له بنت عم وكان يحبها كثيرا وكانت فقيرة جدا وكان يكرمها وكان يطلب منها كذا وكذا فكانت تبتلي. ذات يوم من الأيام يعني ضرورة اضطرتها أعطاها مال وطلب منها كذا وكذا وشاف لي وين الغيظة معنى غيظة بستان فيما يعني فيها النخيل وفيها الأشجار وفيها كذا ما كانت تتوح إلا القمر والنجوم. فقال لها لا يرانا في هذا المكان إلا الكواكب إلا النجوم. شوف هذه المؤمنة أمرها دي ما تخافيش مكان مكان لا تحشي ما لا يشوف إلا واحد إلا النجوم. ماذا قالت لها؟ وأين كوكبها؟ هذه الكواكب وأين الذي خلقها؟ الذي خلق على يشوف لا ما يشوفش. فتاب إلى الله سبحانه عز وجل وكبح نفسه ورجع عن الطريق المستقيم وقال لها اذهبي إلى شأنك ولم يزن معها أبدا. فكذلك نحن أيها الإخوة الكرام لقالنا ربي وهو معكم أينما كنتم ومارك المسجد في بيتك في سيارة في الأرض السماء في البحر ربي معكم مطلع على أمل. ولهذا أيها الإخوة الكرام سيدنا علي قال لي الخوف من الجليل والعمل في التنزيل في القرآن نسمع ألفاظه نسمع ألفاظ القرآن في رمضان مثلا من أول الشهر إلى آخره شحال سمعنا؟ سمعنا 114 سورة. وشحال سمعنا من حرف من القرآن الكريم؟ سمعنا 1025000 حرف. هل أثر فينا آية واحدة؟ هل أثرت فينا كلمة واحدة من القرآن الكريم؟
أو سمعنا عن فره من نور وخطر من مثل نبض وحجرنا كأننا لا يعلم اسمعنا حتى شيء. وهذا العمل لو عمل المسلمون ببعض آية القرآن الكريم، شوف سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لو لم ينزل من القرآن إلا هذه الآية. ما هي هذه الآية؟ رانا نسمعها في كل جمعة من فوق المنبر يقول الإمام إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال نعم الله بن مسعود قال لو لم ينزل من القرآن إلى هذه الآية لكفت المسلمين بالذات بالذات قطع لا تأمر بالعدل وتأمر بالإحسان مع الله مع بعضنا بعض مع نفسك إيتاء ذي القربى إعطاء ذي القربى حقه وتنهانا عن الفحشاء والفحشاء يجمع كل شيء كل يعني ما خرج عن طريق المستقيم فهو فحشاء يعني الزنا فحشاء الكذب السرقه النميمه الغيبه كلها فحشاء وينهى عن الفحشاء والمنكر ما انكره الشر والبغي الظلم مش الظلم بعضنا بعض لو كنا طبقنا هذه الايه بركه خلاص ما نسمح بشيء. فلهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال اوصيكم بتقوى الله عز وجل وان تامر عليكم عبد شوفوا سمعوا جديد وان تامر عليكم عبد معنى تامر كان هو السلطان هو الملك هو الرئيس وهو عبد ما هوش حر في عهد الرسول كان كريم يعني العبد يعني الانسان يباع ويشترى كما تباع البهيمه الان ما بقاش العبد وها يعني اسود ولا ابيض ولا احمر يعني الاسلام حرر كل شيء. الرسول قال لهم ان تامر عليكم عبد طيعوه طيعوه. شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم في اخر لحظات الموت في اخر اللحظات اللي فات فيها الله تبارك وتعالى يعني ويطلع خذ العمر تاعه كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اراد ان يرسل جيشا الى مقتى موضع يعني تقريبا من سوريا يسموها مقتى تكون هو اللي جعله امير من اسامه بن زيد اسامه بن زيد بن الحارث هل يبلغ من العمر هذا الأسامة؟ يلحق 19 سنة وجعله أمير الرئيس على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي تعوه ولا ما تعوش؟ قال نعم الرسول جعل أمير تاعنا بصفة بصفة لنا تعوه وكما يقول لنا رانا موافقين. فحينما توفي الرسول التحق بالرفيق الأعلى وأسامة مازال محوش بالجيش وتخلف ابو بكر الصديق هو خليفه على الرسول طلبوا منه بان يغير القياده قالوا له جهل صغير وما عندوش تجربه في الحرب وراهم يعني مع صحابه كبار يعني غير القياده فقال لهم لم اكن اغير شيئا اثبته الرسول صلى الله عليه وسلم ابدا الرسول جعل امير يقاتل ولذلك الرسول قال اوصيكم بتقوى الله عز وجل وان تامر عليكم عبد من سمعوا بعض البلدان يعني مثلا او شيء يقول لك كما في الانسان ترك يبقى ترك يبقى هو حين تشوف شوف ولا ما تقدر تشوف انت ما تقدرش انت حقك الله تبارك وتعالى يعني دائما وابدا ولكن يعني كما قال الرسول يعني يرى احدكم القادة في عين اخيه وينسى الجدع في عينيه. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال اوصيكم بتقوى الله عز وجل وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم لأن عشنا كما نشوف فسيرى اختلاف. هل سمعتم بأن العرب يعني تابعوا على مسألة أخير في أقصى المشرق من المغرب تقول فسيرى اختلاف كبيرة كل دولة عنها عن هذه بل كل شخص ربما تسمع إخاء وثلاثة ولا أربعة كتاب كل واحد عنده طريق كل واحد عنده طريق كل واحد عنده مذهب كل واحد يصلي كما كما يعني كل واحد يعني يقول العلم فلان يا هذا شيء عبد وربما يقول لك يعني بعض الناس اللي الله يتوب عليهم هذاك عمي تاع الدولة هذاك عمي هذاك عمي تاع الدولة الله يهديك هذا مقبول لهم قال لك الله يهديك والله 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 ما عندناش والله ما عندناش يكون حكم الله تبارك وتعالى
كله ده من 6 شهور عامل بتاع الدوله على كيف دي الفتوى بتاع الدوله وعامل الدوله كافره مثلا كافره يعني اسمعوا يعني مثلا في الدستور بتاع الجاهليه بتاع الدوله قال النبي ما كاش القران ما تصلوش ما تصوموش ما تزكوش ما تتزوجوش هذه مسائل بل بعض المرات تشوفوا يعني تشوفوا قانون الاسره فيه دينا ما هي الدليل؟ هنا احنا في الشريعه الاسلاميه مساله فقهيه نقول الانسان اذا كان غني ومات واحد مولاده قبله هو قبل ما يموت هو خلى ولاده يعني مثلا ابوي انا غني لاباس عليه وانا مت قبل ما يموت ابوي وعندي ولاده الاسلام يقول ما يرفوش ما يدوش كما تسموهم باللغه الدارجه على قرب ولده والديوان قانون الاسره قال لا نزلوهم منزلة آبيهم يدوا كما يدي بويهم هل هذا فيه فائدة ولا لا؟ هل الأعمام يعقلوا لأخوهم؟ لو كان معناهم شقاتهم والله ما يشوفوا حاجة والله ما يشوفوا اعتادي نظرة بل يعني بعض الناس خواتاتهم الأشقاء خواتاتهم أشقاء كما نعطيهم في كل من الناس مش تعقيد يعني الناس انت مش يزوجها تعقيد اختها الشقيقة بنت امه وابويا يمنعها من الميراث. هذا كلام هذا شغل هذا في الخطاب الكرام الرسول صلى الله عليه وسلم قال فعليكم بسنتي لما قال فانه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما هو الدواء؟ ما هي الطريقه النافعه التي يسلكها الرسول؟ ويرضى قال فعليكم بسنتي ذكر السنه الداعي طريقا داعيا معي لاحصار حياتي في هذا وأين المسلمين بطريقة رسول الله نبي السماء والأرض وسنة الخلفاء الراشدين وخلفاء الشهود أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن بعدها بشكل خلفاء رسول الله شكلنا قال العلماء وخلفاء العلماء يعني خلفاء الأنبياء والرسول العلماء الصالحون ماشي الساطيون لا العلماء الصالحون الذين يتقون الله تبارك وتعالى يعني الخلفاء يعني الانبياء والرسل ماذا ورثوا من الانبياء والرسل؟ الرسل لم يورثوا دينار ولا درهم لا خلوا لا دينار ولا درهم ماذا ورثوا؟ ورثوا العلم خلوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر في هذا لان المقتدي الرسول صلى الله عليه وسلم يحضون بالنواجد على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم يا رب اجعلنا متبعين بكتابه الكريم والمقتدين بسنة نبيك العظيم يا رب نتوسل اليك اجمع كلمة المسلمين واحفظ رأي المسلمين يا رب انزع هذا الغلة من قلوبهم يا رب انزع هذا الغلة من قلوبهم وازرع الرحمة في قلوبهم على بعضهم بعضا حتى يكونوا يد واحدة على عدو على عدوك وعدو رسولك وهو الكفر وهو إسرائيل أكبر عدو يعني في الدنيا والآخرة للإسلام والمسلمين بل للإنسانية كلها هي إسرائيل ثم اليهود لأنهم داروا مؤامرات لرسول الله صلى الله عليه وسلم قتلوا الأنبياء قتلوا يحيى قتلوا زكريا صلبوا سيدنا عيسى يعني أكبر عدو كما صرح الله تبارك وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا شهود اليهود مصيبة لتجدن يا محمد أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود يجي من بعدهم المشركون يعني في المجوس والذين عشر اليهود في القرية المشركون اللي ما عندهمش كتاب يعني كما الصين وكما الهند ما عندهمش كتاب يجوهم الثانية المرتبة الثالثة النصارى ولهذا في أخوة الكرام نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ المسلمين اللهم احفظ المسلمين من داء ومكر اليهود يا رب العالمين تقاضي شتت شر اليهود
لحم شتت الأخيار، لحم فرقت البدن، لحم جعلت له في نصرهم. يا من القائل تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، اللهم شتتهم وفرقهم كما فرقهم الرسول وطرده من خيبر وطرد يعني بني قريظة إلى آخره. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع كلمة المسلمين وبالوحدة المسلمين وكل إنسان يتبرع بالدماء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي له قصر في الجنة بارك له في الجليل. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وإياكم على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما بارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين. والحمد لله رب العالمين.